ولسه بنقول صباح الخير وصباح الفل وصباح السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، ويوم جديد. والنهاردة معانا أخبار كتير جدا، بس يمكن من أهم الأخبار اللي معايا شوية معلومات كده عامة تهمنا وهتفيدنا في تحسين مناعتنا وتحمينا كمان، اللهم احفظنا من الكورونا. خلاص، شوية عادات صحية كده حلوة هنقولها مع بعض، وياريت نركز. أول حاجة، لازم نهتم بتهوية البيت كويس علشان نجدد الهواء، وياريت كمان لو نقدر نهوي الفرش اللي احنا بننام عليه. ويا سلام لو نرجع زي زمان بقى، ان احنا نعرف نطلع الفرش ده في الشمس. يعني جدودنا بقى وأمهاتنا يعني كانوا بيبقوا حريصين جدا ان هو الفرش ده اللي بننام عليه، لان طبعا زي ما انتوا عارفين او في ناس كتير ممكن ما تعرفش ان في حشرة اسمها حشرة الفراش. الحشرة دي يعني يمكن في احاديث كمان على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بيتكلم عليها، وازاي يعني نسمي واحنا بننام، وازاي نغير الفرش والحاجات دي كلها. لكن يعني اهم حاجة، يعني بدل ما ندخل في تفاصيل كتير، ان احنا نهوي الفرش ده وياريت نحطه في الشمس، فبيبقى دي عملية تطهير اورجانيك رباني يعني. طيب، تاني حاجة، نتعرض للشمس ولو لربع ساعة يوميا. وممكن على فكرة يعني نعمل ده واحنا في البيت، نقعد في البلكونة، مش لازم يعني، اصل انا مش مشترك في النادي، اصل انا ما بعرفش انزل الشارع زحمة، فيعني بلكونة لطيفة كده يكون بيدخلها الشمس في البيت ونقعد فيها لمدة ربع ساعة بس في الاوقات الصح، يعني مش في اوقات العصر، يعني من الصبح لغاية الساعة، اعتقد لغاية الساعة 12 او واحدة. طيب، تالت نصيحة، نشرب مية كتير جدا، من 8 ل 10 كوبايات مية في اليوم، لأن المية كمان بتساعد على تنقية الجسم من السموم، وبتحسن عملية تدفق الدم للأعضاء الحيوية، وبالتالي بتخلي الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات. نصيحة كمان، لازم نشرب سوائل دافية كتير على مدار اليوم، وياريت تكون مشروبات أعشاب طبيعية. يعني ما فيش في مصر أكتر من الأعشاب الطبيعية، ده الناس بتيجي من برة ياخدوها عشان يصنعوا منها الأدوية في الشركات الأدوية الكبيرة. وإحنا عندنا اليانسون والجنزبيل والكروية والنعناع، كل ده موجود في مصر الحمد لله. حاول على قد ما تقدر تقلل من المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها بتزود معدلات التوتر والقلق، وده بيضعف المناعة. حاول تمارس أي رياضة بسيطة وإنت في البيت، ممكن تتفرج على فيديوهات تمرينات رياضية على اليوتيوب وتعمل زيها. احنا طول النهار ما ورناش حاجة غير الموبايل في ايدينا، وبنتفرج على كل السوشيال ميديا، اللي غنى واللي رقص واللي قال واللي عاد واللي كذب واللي طلع إشاعة. فايه المشكلة بقى لما نخصص وقت بسيط جدا لصحتنا ولمصلحتنا؟ كمان نبعد عن اي مصدر للطاقة السلبية واي حاجة بتسبب لك التوتر والقلق، لان دي برضو بتضعف الجهاز المناعي. لسه معايا نصايح كتير جدا ازاي نعلي الجهاز المناعه، ولسه مكملين مع بعض شويه معلومات وعادات صحيه هتفيدنا في تحسين المناعه وتحمينا ان شاء الله من فيروس الكورونا. اتكلمنا عن الميه واتكلمنا عن الشمس، ونروح بقى عن الاكل الصحي. الخبراء بينصحونا ان احنا لازم على مدار اليوم ناكل مقدار يعني كوبايتين من الفاكهة متقسمين على 4 مرات، كوبايتين من الفاكهة متقسمين على 4 مرات، وكوبايتين ونص من الخضار متقسمين على 5 مرات. يعني عادي، يعني شوية جرعات صغيرة كده على مدار اليوم. و180 جرام من الحبوب الكاملة زي مثلا القمح والرز والشوفان. واعتقد ان احنا خلاص يعني دخلنا في الشتاء، فاحنا يعني البيت المصري ما بيخلاش دايما من البليلة، يعني ده طبق قمح، جرعة قمح عبقرية، يعني صغير أو كبير أو سن كبير، فيعني البليلة دي يعني القمح اللي فيها جرعة بصراحة محترمة جدا. يعني بيقولك لازم ناكل الحبوب كاملة زي القمح والرز والشوفان، وعلى مدار اليوم برضو 160 جرام من اللحوم والبقوليات. والدكاترة بينصحونا ان احنا ناكل اللحمة الحمراء مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن ممكن ناكل الفراخ 2 أو 3 في الأسبوع. كمان عادة مهمة جدا ونصيحة مهمة جدا عشان نحسن الجهاز المناعي عندنا، إن إحنا نقلل من تناول السكر على قد ما نقدر، وما ناكلش حلويات كتير. ولو نقدر، الناس اللي بتحب الحاجة مسكرة، نقدر نبدل السكر بعسل النحل. كمان الدكاترة بيقولوا إن إحنا لازم نقلل من استهلاك الدهون ونستبدلها بالدهون الصحية الموجودة مثلا في الأسماك الدهنية، الأفوكادو، المكسرات، لأنها بتساعد على تحسين مستويات الكوليسترول
في الجسم. وطبعا مهم جدا للناس كمان اللي عندها كوليسترول. وانتوا عارفين طبعا في انواع كوليسترول، في كوليسترول يعني ضار بالجسم بيضره، وفي كوليسترول كويس للجسم، ففي برضو كوليسترول انواع. اخر نصيحة في الحتة دي، اهتمي جدا بنظافة وتعقيم البيت وكل حاجة بتستخدميها بشكل يومي، وده طبعا بتبقى المسؤولية الاكبر على ست البيت، وست البيت هي اللي بتدي النصايح بقى لولادها ولجوزها، وطول الوقت هي اللي بتدي اوردرز، اغسل ايدك، طب اغسل سنانك قبل ما تنام، طب اعمل ده. فيعني ربنا يا رب يحمينا ويحمي مصر جميعا والوطن العربي والاسلامي كله من فيروسات العالم.